الحمد لله. لا ان شاء الله دايما كده الاهلي متقدم دايما في مشواره المحلي والافريقي. طيب الفيفا اجل اجنده 6، يعني حتى انت متوقع. يعني حتى انت في افريقيا لو عندك تصفيات في شهر 6 كله ترحل خلاص، مفيش حتى ارتباطات هو للمنتخبات. كل حاجه تروح، كل العالم كله تاني نرجع لنفس النقطه، بيدي المساحه للانديه، بيدي المساحه للانديه والمسابقات المحليه ان هي تكتمل. يعني الاجنده الدوليه اتاجلت، كانت في اول 6، اليورو اتاجل، كوبا امريكا كوبا امريكا تأجل، اتاجلت، الاولمبياد تأجل، دوري كونكان كاف اتاجل، دوري كونكان كاف تأجل، الدورات الرمضانيه غالبا هتتأجل. تمام. يعني كل الناس بتفضي للمسابقات المحليه. طب يا جماعه يعني ما يعني نعمل لكم ايه؟ طيب يعني نلعب في جنينه البيت. لا ودخل كمان في موضوع متعلق بلائحه شؤون اللاعبين، قال لك اي لعيب عقده هينتهي 30/6 لا هينتهي بنهايه الموسم. خلاص هو الموسم ممتد. لا قال لك نهايه الموسم، والموسم ده بقى حسب الاتحاد المحلي ما يعمله مع النادي طبعا بتاعه. وبعدين طب انت دلوقتي جيل الاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه او لجنه التطبيع، كل واحد اختار الاسم اللي هو عايزه، وقال احنا هنلغي الدوري الموسم ده. عقود اللعيبه بقى ايه؟ يعني اللعيب اللي عقده اللي الفيفا قال انه عقده ممتد، هل هتمد؟ انت لغيت الموسم اصلا، يبقى اللعيب ده ما لعبش الموسم ده اصلا معانا، يعني يبقى اللعيب ده اللي عقد الموسم اللي لعبه ده ما تلعبش. فانت هتيجي تحاسب، هتحاسب اللعيب ازاي بقى؟ قرار لن يعتمد. اه قرار لن يعتمد. ما انا بقول لك يعني انت قررت ان يا جماعه خلاص يا جماعه هنفضها سيره ونلعب على نضيف من اغسطس اللي جاي، تكون الدنيا هديت كده وبتاع وصيفنا ورحنا الساحل ورجعنا وبتاع. اي اتحاد هياخد قرار بالالغاء انديته مش هتلعب في البطولات القاريه السنه الجايه. ما انا بقول لك، فانت انت العقود اللعيبه نفسها هتعمل فيها ايه؟ اولا جزء كبير جدا من اللعيبه واخدين مش اقل من 60 70% من عقودهم، لان خلاص في اللي احنا في الربع الموسم. الاخير من الربع الاخير. فهتيجي تقول له هات اللي عليك، طب خلاص العب بيه السنه الجايه. يعني زي بالظبط كده المدارس لما قالت للناس طب احنا يا جماعه دافعين فلوس الباصات، الولاد ما راحوش المدرسه خالص، طب هنبقى نديكم السنه الجايه خصم رحلتين، خصم 20% على فكده. يعني هتلعب، هتخلي الولاد زي الباص، مش اللعيبه زي الباص، مش فاهم. لا الموضوع الحقيقه الموضوع لازم الموسم يكمل، الموضوع اتحل. انا شايف يعني الموضوع اتحل، يعني فكره ان الموسم يتلغي ما اتقفلت، مش اتقفلت، اعتقد ان هي ما ينفعش تطرح من الناس مسؤوله عن الرياضه يا سيدي. ولو اتطرحت وانا عارف انها هتطرح من مين وعشان وليه، اتطرحت في النهايه قدامنا ورق. ايه هو الورق؟ الاتحاد الدولي قفل الملف، قفل الملف، قال لك اي اتحاد هيلغي مسابقاته انديته مش هتلعب في بطولات قاريه، العقود ممتده لنهايه الموسم وده امر متعلق بالاتحاد. اي لاعب عايز يشتكي في هذه الجزئيه الامر مغلق مقفول طبعا، مفيش شكوى. اصله هيعمل ايه؟ يعني اللعيب هيعمل ايه؟ الاعارات ممتده، كل حاجه هتنتهي بنهايه الموسم. الموسم اصلا امتد في كل العالم. يعني خلاص انت دلوقتي في اوروبا بيبداوا يحطوا اجنده لعوده التدريبات في مايو بالظبط، وعوده المسابقات يا اما 6 في نهايه مايو او بدايه 6، وهيبداوا يلعبوا 6 و7 خلاص فيهم الدوريات كلها. اعتقد ان اللجنه الخماسيه هتشتغل على ده. يعني انت اصلا بتلعب ماتش كل 3 ايام، ما عندكش التزامات، مفيش حاجه خالص، فانت فاضل كام؟ 17 اسبوع 17 اسبوع 16 16 في اسبوع تلعب ست، يعني بعيد عن المباريات المؤجله 16 اسبوع تمام، 16 في لو لعبت ماتش كل 3 ايام هتلعب 8 ماتشات، هتخلصهم في شهرين. 48 يوم، شهر ونص. شهر ونص او شهر و20 يوم، شهرين يا سيدي، شهرين لو خلصت 1/8، ما انت صفت مخلص 1/8، شهرين. انت الموسم المحلي السنه اللي فاتت خلصان، مش مباراه الكاس اخر مباراه في اهلي وزمالك دوري كان 31/7، 31/7 مباراه الكاس، نهايه الكاس الزمالك وبيراميدز، دخلنا في منتصف 9، دخلنا في اول 9، كان في نص اغسطس تقريبا. فانت مخلص انت مش يعني ما تقوليش ان انت بتخلص، احنا الكتالوج متطبع علينا، احنا عايشين حياتنا بالكتالوج ده على طول. ما عندناش مشاكل. يعني انت السنه اللي فاتت وقفت الدوري، اتوقف من اول 6 لحد 20 لحد 25/7 اللي هو كان مباريات كاس الامم، كاس الامم شهرين. فانت يا عم وقفت مارس وابريل وهتاخد معاهم 5 كمان، توقف شهر ونص عشان لعيب مصاب بالظبط كده. طيب ماشي.